مش ممنوع على مثلهم دون 16 سنة. الجواد الزاد بولا جواد العشرة 13 دقيقة على غاديو ميد. مرحبا بكم، مساء النور، مساء الخيرات على التوينسة الكل. باش نكونوا معاكم كيف العادة في سهرة الثلاث 2 أكتوبر 2018، من توا حتى النص الليل. سيكسبريمي سون تابو، تسمعونا على الميل 141 93.5 على الFM وعلى www.radiomedtunisie.com. انتم تتفاعلوا معنا كيف العادة، رأيكم ديما يهمنا على 72 328 500. في سهرة الليلة باش نناقشوا مع بعضنا ومعكم انتم اكيد، ومع الدكتور هشام الشريف، موضوع مهم برشا. دكتور مرحبا. اهلا بك زينوبة، مرحبا بكيف الفريق التقني معنا، مرحبا بكيف السادة المستمعين عبر موجات إذاعة راديو ميد او عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر صفحة الفيسبوك. موضوع صفحتي الفيسبوك، صفحتي الفيسبوك راديو ميد تونيزي، وسيكسبريمي سان تابو، وسيكسبريمي سان تابو باي راديو ميد، باي راديو ميد. وكذلك على موقع البث المباشر على موقع راديو ميد تونيزي .com. اليوم موضوعنا موضوع مهم، موضوع يهم الشباب، يهم الأولياء، ويهم الناس الكل بصفة عامة، اللي هو العلاقات الحميمية في الوسط المدرسي والجامعي. وما أدرك ما العلاقات الحميمية، نحكي على كل ما هم علاقات عاطفية وبما فيها العلاقات الجنسية اللي تنجم تصير في الوسط المدرسي والوسط الجامعي، وطم بعد نتطرق الأكثر ديتاي في يخص الموضوع هذا. très bien. donc هذا موضوعنا لليلة، العلاقات الحميمية في الوسط المدرسي والجامعي. نبدأ أول حاجة بالسيكسبريمي en chiffres tout de suite. s'exprimer en chiffres. حوالي 3/4 شباب في الوسطين المدرسي والجامعي لديهم علاقات جنسية في تونس، منهم 83% ذكور، 70% إناث. تتراوح أعمارهم ما بين 15 و20 سنة بالوسطين المدرسي والجامعي. عندهم علاقات جنسية كما قلت لكم، 83% منهم من الذكور و70% إناث. خلينا نقولوا هذا معناتها آخر إحصائية كانت عام 2015 دكتور، هذا اللي صرحت به مديرة الطب المدرسي في الوقت هذيك والجميع بوزارة الصحة. الإحصائيات هذية كان وقعها صادم ومفزع عند الجزء من الرأي العام، واللي خلى البعض يشك فهل نسب هذية وفهل إحصائيات هذية، ويشك حتى في صيغة السؤال المطروح وقت اللي صارت الاستجواب زادة. هذا اللي خلى النسب تظهر مرتفعة في رأيهم هما، لكن في المقابل يؤكد الخبراء والمختصين أنه الحكاية هذه صحيحة، وأن الأرقام هذه من الواقع، وهذه معنى إحصائيات كما قلت تبدو صادمة لغير المتابعين للشأن التربوي، معنى الناس اللي تفرج من بعيد لبعيد، لكن الناس اللي المربيين والأسئلة والمعلمين والإطار التربوي ككل، الإدارة والأولياء كما قلت، كلهم عارفين هالنسب هذية وواعيين بمصداقية هالنسب هذية اللي كما قلنا معناها عالية ياسر ياسر. وطن فهموا علاش النسب هذوما معناها ما همش غلطين، طن نزيدوا فهموا بعد سادة مستمعين علاش النسب صحيحة. علاش النسب صحيحة، هذا باش نستناوه بعد شوية في سيكسبريمي سون تابو. هذه سيكسبريمي ان شيفر اقتصرت فقط على الأرقام. سيكسبريمي ان شيفر. دكتور احنا خرجنا للشارع فاكولتي دو ليسي وحبينا نسمع حاجات ممكن تنجم تكون صحيحة، ولكن نعرف أنه الحقيقة ما تنجمش تخرج ديركتومون من فم اللي باش يعمل الحاجة هذيك، معناها فما ممكن عبد يقول أي قاعد نشوف الشيء هذا، ولكن أنا مع مانيش منهم. برشا كلام حاسيلو، احنا في شدة عندك لليوم باش نسمعوا شنو قالوا بعض من ليزيتيديون وليزيليف. تفضل.
شد عندك. صحيح موجودة هنا في الليسيات، فما برشا أصحابي مثلا كي يبدأوا عنا سوايع يخرجوا، معناتها فما برشا علاقات خايبة لهنا، خلط برشا، يمشي برشا بلايص معناتها كي يبدأوا عنا معناتها بسوايع كروز وكوليكا، برشا في الليسيات الكل موجودة. أنا نسمع لي فما علاقات يعني جنسية ما بين زوز أطراف، ويعني أنا مانيتش ما سمعت وكل شيء، أما برسا نشوف في لي كوبل يعني قاعدين عادي يعني كاينهم زملاء، يعني فمش حتى ما تحسش اللي ما بينتهم علاقة، يعني كان ما جيتش أنت تعرف فلين وفلتين وكل ما تعرفش اللي ما بينتهم علاقة جملة، يعني ما ريتش الحق شكون يعمل في حاجة خايبة، شكون معهم خير بعضهم، حتى ما يشدوش يدين بعضهم، أنا ما ريتش نزلت كهو، إن شاء الله ديما هكا يعني، إن شاء الله ما نريوهمش وإن شاء الله يتنحش الشيء هذا. بل قريت في كليج قدام الكليج معناها يعملوا في الشيء هذاك وعادي ما يحشموش، أي بوس وتعنيق وفزات هيك والتلميس ينجموا يكونوا معناها الوالدين سبري على الأخر خليهم صغار، معناها ينجموا يكونوا كي صغارهم جا هما، وكما ينجموا يكونوا ما في بالهم مش باعثين صغارهم مش يقرأوا يا أخي وما يعملوا حاجة أخرى. أنا عندي خويا اللي هنا مراقبني مش حتى والدي، وعندهم كونفيونس فيا، نبعد على الخلطة نعرف شكون صاحب مع شكون نحكي وكيفاه نخلي الناس تراني معناها. أنا ماذا بيا ما خالفتش برشا معناتها صحاب، جوست ولاد كلاس وكوليكا، بابا معناتها ديما يتفقدني ديما يجي الليسي يسأل عليا يسأل سيدة الإدارة، معناتها لي بارون تاعي ديما يراقبوني، ماذا بيا ديما الخلط معناتها نبعد عليهم. بالطبيعة يعني موجودة برشا، يعني قاعد نشوفها ديما موجودة ورا الليسي ولا تعرفش ناس هكا تورطوا في علاقات خايبة؟ نعم الليسي دايما شفت، أما قريت بل شفتهم شدوهم يعني عشقوا بيه، ما خالطش يعني عباد مش باهين ونرد بالي على روحي. هيتش عندك فوالا دونك هيتش عندك، هذه كانت هيتش عندك من الشارع التونسي. دكتور كنتوا تسمعوا معنا في رأي الشارع في رأي التلاميذ اللي في المعاهد وربما بعض الطلبة، معناها فما آراء صادمة اللي صادمة بالنسبة لهم هما، يقول لك احنا هذيا بوس وتعنيق ولا شنو ما تجيش، وفما قال لك فما علاقات توصل حتى العلاقات الجنسية وغيره. فما طفلة تكلمت قالت انا ما نجمش نتحرك حتى خويا عس عليه هنا، وميزا باسا والدي عندهم ثقة فيا، دونك فما العديد من الآراء، لكن الواقع عكس ذلك. الواقع عكس ذلك. إيش معنى الواقع؟ كيفاش عكس ذلك؟ ربما ديجا شوف احنا ديجا وقت اللي احنا انا لانسي لا فيديو على الفيسبوك فما برشا عباد مصدومين، معناها كيما عمر كيما نزار كيما امال اللي قاعدين يتفرجوا فينا في اللايف هكا تحس فما صدمه، معناها حتى لي كومونتير نتاعهم فما صدمه من الموضوع، ولكن كيما قلنا هذايا واقع. الواقع مدعوم ولا مدعم بأرقام زيادة، ما هوش هكيكا وبرا. طبعا هو واقع معناها مدعوم ومدعم بأرقام وإحصائيات رسمية اللي معناها صارت منذ سنتين تقريبا، والأرقام هذه داولتها العديد من الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزية ووصلت حتى خارج الأرض الوطن. نتذكر وقتها أنا في الوقت هذاك اتصلت بي فرانس 24 وعملوا معي تحقيق على النسب هذيك، وتصور فرانس 24 وتقول لك هل تونس المعاهد والمدارس والكليات فيها متاحة هكا نسبة متاع العلاقات الجنسية بهتين هما زيدا؟ بهتين طبعا الصحفي هو تونسي لكن باهت نفس نوعا ما، فرنسا 24 ما تخرج لك تعمل لك معناها تقرير ميداني إلا ما تعرف معناها النسب طالعة شوكونت. هات نوضحوا شو معناها كلمة علاقة جنسية ساعة والعلاقة الحميمية. العلاقة الحميمية والعلاقة الحميمية أو الجنسية يمشي لأذهان العديد من الناس، غالبية الناس أو عموم الناس يمشي أذهانهم علاقة جنسية بين
زوج من الناس رجل ومرأة ولا بنت وولد فيها علاقة إلاجية معناها بالبينيتراسيون علاقة كاملة اللي يغيب على أذهانهم هو أنه العلاقة الجنسية تفسير العلاقة الجنسية هو أي احتكاك بين ذكر وأنثى يلصقوا بعضهم حتى بحوايجهم حتى القبلة علاقة جنسية القبلة الحميمية الطويلة هذيك مش لو سماك ما نحكي الطويلة تسمى علاقة جنسية معناها الكاريس الكلام والكاريس في لي زون انتيم معناها في 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 الاماكن معناها في الاماكن الاعضاء الخاصة تتسمى علاقة جنسية. العلاقة الجنسية السطحية علاقة جنسية. الجنس الفموي علاقة جنسية. الجنس الشرجي علاقة جنسية. معناها هذا بالنسبة للحاجات العادية. بالنسبة للفيرتويل نحكيه على الفيرتويل أنك لما معناها لما تتحدث في الهاتف ولا في عن وراء شاشة كمبيوتر وتبدأ تحكي مع وليد وبني يبدأ يحكيه في حاجة من بعد تتطور تولي إلى مسائل أش لابس وش لابسة ووريني ونوريك ومعناها هذه أغنية من صفر هذا الأغنية وريني ونوريك حذر هنا كنا كان نسمعه من فيش ليه ليه ما نسمعه فيش ما نسمعه وتتطور العلاقة إلى كلام يثير الرغبة الجنسية وتتحول فيما بعد إلى علاقة جنسية افتراضية فيرتوين ريلاسيون سيكسويل فيرتوين وليت علاقة جنسية معنى تتخطاوا حاجز الكلام العادي ودخلوا في الكلام الذي يتحدث عن الجنس وعلى الجسد وعلى المناطق واللمس و و و و و معناها سيناريو متاع علاقة جنسية لكن وراء شاشة كمبيوتر ولا وراء هاتف جوال وإلا وراء هاتف جوال واضح بيها احنا باش نحكيو بعد شوية. هذا هو سمحني في حبيت نقول لك انه مفهوم العلاقة الجنسية عند التوانسة غلط انه يمشي في بين العلاقة الجنسية علاقة إلاجية فقط الوغ كو العلاقة الجنسية يدخل في إطار أي علاقة جنسية أي احتكاك بين ذكر وأنثى مهما كان اما فيه تبدا فيه اثاره قبل كلام فزيت كيكه سي علاقه جنسيه واضح بها احنا بعد شوي باش نحكيوا على الاسباب وشكون اللي يحميهم الطلبه هذوما والتلاميذ هذوما مش شيء هذيا هل انه الوالدين اليوم عندهم دور هل انه المربي عنده دور هذا الكل بعد شوي باش نحكيوا فيه في سيكسبريمي سون تابو في سهرتنا لليله هذا موضوعنا كلمونا تتفاعلوا معنا على 72 328 500